الواحد منا لابد أن يستفيد من الأحداث والقصص اللي يشاهدها أو يسمعها ويتأثر فيها ويستفيد منها في نفسه ويوعي من حوله. من القصص هذه أمس وحدة من أسر المحافظة ربت أبنائها وبناتها على الطاعة وعلى المحافظة قدر المستطاع، لكن هي الأم في ذاتها فيها خير وفيها صلاح، لكن الأبناء فيهم الصالح وفيهم الطالح. واحد منهم دخل طاح في بلاوي المخدرات، أسأل الله عز وجل أن يشافيه وفكه. واحدة من البنات صالحة، الثانية بدت عليها علامات التمرد، تطلع تتأخر، تقول بطلع مع صديقاتي، بسافر مع صديقاتي، بنام عند صديقتي، بروح، ما لكم شغل، أنا حرة. دخلت فيها اللوثة هذه، تمرد على الأسرة، تمرد على الطبيعة، تمرد على السلوك اللي تربت عليه. هذه واحدة، وتقول أنا قاعد أحاول فيها وأحاول أجتهد قدر المستطاع أني أرد بنتي. شدت عليها، أبوها ضربها، راحت اشتكت. الآن البنت تمشي على مزاجها، تروح المكان اللي تبغاه، تنام، تأخر، ما أحد يقدر عليها. لا، هذه مصيبة. واحدة ثانية تقول أنا من النوع اللي يحاور أبنائي ويهتم فيهم ويراعيهم. تقول أكبر واحد من الأبناء والبنات يعني في 14 13 15 في الحدود هذه، تقول أحاول أحاورهم، يعني ما أضربهم ولا أشد عليهم، وما شاء الله مبدعين. فتقول الحمد لله رب العالمين، يعني أشوف منهم تجاوب، ويعني تقول أنا أسلك سلوك غريب مع أبنائي وفي التعامل، حتى هم يفضفضون ويتكلمون وعندهم مشكلة يتناقشون. تقول واحدة من بناتي تقول لي، تصارح لي، تقول ماما أنا أحب ولد خالي. قالت سبحان الله، حتى أنا يوم كنت صغيرة كنت أنا أحب ولد عمي وكنت أكتم هذا الشيء في قلبي، لكن سبحان الله الجيل هذا شوف بالثلاثة عشر عمرها تقول لهم هالشيء هذا وتصارحها. علاقة حلوة بين الأم وابنتها، بين الأب وابنه. نحن في الجيل هذا وفي الزمن هذا لابد نكون قريبين من الأبناء، قريبين من عقولهم، قريبين من أفكارهم. زمن الشدة ترى والله إنه صعب، الواحد يشد ويرخى ويحب ويضحك ويعطي ويكرم ويتنازل وينزل مستواهم. يعني أحيانا تجد واحد منا يعني مشغول وكذا وتكالي، والأبناء يقولك أبا أروح مقهى، نبي نطلع معاك، روح سولف معهم، اضحك، روح مقاهي، اجلس وياهم، اسمر معهم، روح استراحة، اسبح معهم. لابد ننزل. اما اقول هذا في برج عاجي مشغول وعنده ارتباطات، ولا هذه تفاهات، لا هذه مي بتفاهات، هذه قرب من الابناء، توثيق العلاقة. فجيلنا هذا مختلف عن الجيل السابق، فدعوة للآباء والأمهات أنهم يغيرون من الطريقة، يشوفون تكتيك ثاني. أسأل الله عز وجل أن يصلح أبناءنا وأبناءكم وأبناء المسلمين.